حرية القول والكلام والتعبير، حرية الشاعر أن يقول وأن يشعر وأن يقرض الشعر، هذه حرية للقول. حرية الرسام أن يرسم، الممثل أن يمثل على خشبة المسرح، حرية التعبير expression، هذا speech وهذا expression، هذه نفس الحرية في الأخير. نطاق واسع يضمن هذه الحريات. حرية القصاص الرواية أن يكتب قصة وأخصوص ورواية، حرية، حرية التعبير. حرية أن يرفع المرء شعاراً من الشعارات، حرية التعبير. أن يحرق شعاراً، أن يحرق رمزاً، أن يحرق علماً، بطاقة التجنيد، حرية، حرية التعبير هذه. أن يخطب، أن يقول، أن يكتب مقالة في النت، في صحيفة، أن يفوه بشيء في مقابلة إذاعية، مقابلة متلفزة، حرية قول هذه، حرية التعبير. كلها حريات، أساليب كثيرة أيها الإخوة. أن يصنع تمثالاً كما قلنا، يحمل رسالة، حرية التعبير قوية. هذه من الحريات إيه؟ المقرر الآن في عالم الناس. لكن للأسف الشديد الذي لا تخطئ العين ملاحظته أنه في عالم العرب والمسلمين هذه الحريات ليست منقوصة، منقوصة إلى حد بعيد جدا. المقلق انتبهوا، وهذا الذي دفع إلى هذه الخطبة وحث عليها، المقلق أنه لا يمارس هذا الانتقاص وهذا القمع لهذه الحرية ولا لسائر الحريات فريق بعينه. كلنا ذلكم الفريق للأسف الشديد، على تفاوت، ليس لدينا دراسات علمية وإحصائية تحدد نسب هذا التفاوت، لكن كلنا ذلك الفريق. كل فريق هو بانتظار فقط أن يتسلط أيها الإخوة، أن تواتيه الفرصة، أعظم فرصة هي السلطة، أن تصير في السلطة لكي يمنع غيره إيه؟ من التعبير، عن أن يعبر. طبعاً ووسائل المنع تناظر وتضاهي وسائل التعبير في كثرتها وتعددها وتفاوتها. كما قلت لكم، أنت تعبر عن رأيك بأشكال مختلفة جداً، من القول، هذه أول وسيلة تواصل، إلى الرسم والنحت والمسرح والأخصوص والمقالة إلى آخره إلى آخره، وسائل كثيرة جداً، إلى الحرق، حرق الأشياء ورفع الأشياء، كل وسائل التعبير هذه. وسائل المنع أيضاً تضاهيها في الكثرة، من الرقابة، إشعارك أنك مراقب، كل ما تقوله مسجل، وربما تحاسب عليه، ربما تعتقل، ربما تسجن، تحاكم، ربما تقتل، ربما تقتل دون محاكمة، ربما يصادر حقك في نشر هذه الأشياء، يصادر الكتاب الذي نشرته، قد تغلق الصحيفة التي نشرت لك إيه المقالة، يغلق الموقع في النت الذي نشر لك إيه الكلمة، أو إلى آخره. وسائل عبر التاريخ، والبشر يستخدمونها للأسف ولا يتورعون، خاصة إذا كانوا في السلطة. وهذه الرقابة والمصادرات أيها الإخوة لا تمارسها سلطة بالمعنى الأخص للسلطة، حتى السلطة المجتمعية تمارس هذا، المجتمع كسلطة يمارس هذا، أليس كذلك؟ المجتمع كتب مرة، ماذا أقول؟ لا أقول الروائي وهو روائي، ولا كاتب مقالة وهو كذلك، لكن هو فيلسوف تشريح السلطة، هو فيلسوف تشريح السلطة، فيلسوف تفكيك خطابات القمع، الخطابات القمعية، جورج أورويل صاحب حديقة الحيوان 1948، معروف جورج أورويل، مصطلح الأخ الأكبر. على كل حال، كتب جورج أورويل يقول: الآراء حين لا تكون شائعة ولا تهدد بالشيوع، آراء يبدو أنها من العمق، من الغموض، من الالتباس، من الغرابة، من الترف، بحيث لن يتأثر بها ربما إيه؟ إلا عدد يسير جدا من البشر، ربما حتى فقط نتأثر بها إلا إيه؟ إلا من أنتجها، كما قال النبي: ورأيت النبي وليس معه أحد. طبعا عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه إيه؟ الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه نبي عليه السلام، هذا النبي أتى بآراء لم يحملها إلا هو، لم يقتنع بها أحد إلا هو. يحصل هذا، حالة استعصاء، حالة استعصاء ثقافي. نوح تقريبا عانى من حالة الاستعصاء الثقافي، 1000 سنة إلا 50 عاما، وما أمن معه إلا قليل، عدد قليل، حالة استعصاء. المجتمع خلاص أغلق آذانه، أسماعه يعني، وبصره وبصيرته، لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يتداول الفكرة، هذه حالة استعصاء.